شكري يشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا ويؤكد دعم مصر للشعب الليبي ومساعي تحقيق طموحاته. الرئيس التونسي يعلن إطلاق حوار وطني شامل وفق سقف زمني آلية متفق عليها. الصحة العالمية تؤكد أنها تراقب متحوراً جديداً لسلالة دلتا من فيروس كورونا. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك داليا، شكرا لك. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر للشعب الليبي وللمساعي الدولية والإقليمية لتحقيق طموحاته. جاء ذلك خلال مشاركة شكري في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس، حيث أعرب عن تطلعه إلى نجاح إتمام الانتخابات المقبلة في موعدها دون إقصاء أو تهميش بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي، لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفعال.
أكد البيان الصحفي الصادر في ختام المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا الالتزام الدائم والثابت للحكومة الليبية بسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ورفضها القاطع للتدخلات الخارجية وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى. أقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال المؤتمر إن البيان الختامي للمؤتمر أكد التزام الحكومة الليبية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات. وأشاد البيان الختامي بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودول الجوار الليبية. وشدد البيان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية الليبية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 من ديسمبر المقبل. وفي كلمات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد لدبيبة دعم حكومته للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لإجراء الاستحقاقات في موعدها المقرر، ودعا لدبيبة الشعب الليبي إلى مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة مشددا على أن القرار الليبي أصبح بيد الليبيين وحدهم. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا يؤسس لاستقرار جديد في بلادها. وأكدت المنقوش أن ليبيا تتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع المجتمع الدولي، وأضافت أن الاستقرار في ليبيا لا يقوم إلا بسيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها. وفي مستهل زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس، التقى وزير الخارجية سامح شكري مع عبد الحميد لدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية. أكد شكري أن مصر تولي حرصا بالغا لدعم ليبيا، وذلك لإيجاد تسوية سياسية شاملة ولتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا. من جانبه أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كافة مسارات التسوية السياسية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق في التعبير عن إرادته الحرة. خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه في العاصمة الليبية طرابلس، أشار شكري إلى أن مصر لن تدخر جهدا في دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر، مشددا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يضمن عودتها إلى الليبيين ويحقق استقرارها وسيادتها. ك
كما التقى وزير الخارجية سامح شكري على هامش مشاركته في مؤتمر دعم استقرار ليبيا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش لبحث سبل التنسيق حيال دفع جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية. كذلك التقى وزير الخارجية في طرابلس مع نظيره الفرنسي جان إفلاداريان في إطار تنسيق الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية. واستكمالا للقاءاته التقى شكري مع نظرائه وزراء خارجية كل من تونس واليونان والجزائر وتشاد. أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بدء نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا. أكد كوبيش أن نشر المجموعة الأولى من المراقبين خطوة ستسهم في تهيئة الظروف الكفيلة بنجاح خطة العمل، وأشار إلى أن المراقبين سيستقرون في طرابلس خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من ترتيبات نشرهم في سرت. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى المبادرات التي يتم إطلاقها لدعم هذه المشروعات في هذه المرحلة وفق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير فرص العمل للشباب. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض أهم ما تضمنه دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوضح الدليل المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيعهم على المشاركة والمنافسة في تلك العقود. تحتفل القوات البحرية بعيدها 54 بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية. هنأ الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية رجال القوات البحرية في عيدهم، مؤكدا أنها تستحضر عظمة الماضي وتفتخر بما يتحقق في الحاضر من تطور التسليح والتدريب والعنصر البشري المحترف والقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التي تتناسب مع متطلبات القوات البحرية الحالية. هم لهيب البحر وسط العاصفة، هم البركان في لحظة خاطفة، فنرى قوة على السطح تترقى وقطعا في الأعماق تتأهل. فخر العسكرية المصرية، حماة السواحل والمياه الإقليمية. إنهم رجال القوات البحرية المصرية. احتفلت القوات البحرية بعيدها 54، حيث تضمن الاحتفال تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لاستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي أظهرت مدى الكفاءة التي يتمتع بها مقاتلو القوات البحرية المصرية. وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن القوات البحرية في عيدها 54 ستستحضر عظمة الماضي وتفتخر بما يتحقق في الحاضر من تطور في التسليح والتدريب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز المسترال. وهنأ الفريق أحمد خالد رجال القوات البحرية بعيدهم 54، والذي يوافق 21 من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، أكبر وحدة بحرية للعدو آنذاك. تحتفل قواتنا البحرية اليوم بعيدها 54، يوم أحيت الأمل في قلوب الشعب المصري العظيم لكسر قيود الاحتلال وبدء تحرير الأرض
ورد الاعتبار وبدء حرب الاستنزاف. قد امتزجت في ذلك اليوم إرادة أبطال القوات البحرية بصبر وعزيمة الشعب المصري العظيم الذي رفض الهزيمة، يجعل من هذا اليوم يوم المجد والعزة والكرامة، يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967 كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، والذي غير مفاهيم استدامة الصواريخ البحرية بل والمفاهيم الاستراتيجية البحرية بالشكل عام، وجعل العالم بأكمله ينظر إلينا نظرة احترام وتقدير. كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لامتلاك قدرات قتالية حقيقية نؤهلها للعمل في المياه العميقة. اليوم نستحضر عظمة الماضي ونفتخر بما يتحقق لنا في الحاضر، نشعر ونرى القفزة الهائلة التي تتحقق الآن لقواتنا البحرية لتشمل جميع المناحي من تطور في التسليح والتدريب والعنصر البشري المحترف القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى البنية التحتية التي تتناسب مع متطلبات العصر الحديث. وكما شهدنا ما تم توفيره للقوات البحرية من دعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة نحو امتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. مشيرا إلى أن توجه القوات البحرية هو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لضمان عملية نقل تكنولوجيا التصنيع المحلي بأيدي وسواعد وعقول مصرية طبقا لتخطيط دقيق يراعي عوامل الجودة مع التنفيذ في زمن قياسي، فضلا عن تزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات. ووجه قائد القوات البحرية رسالة طمأنينة: الحمد لله وفضله نمتلك اليوم قوة بحرية متطورة تمكننا من رضع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية وتعطي لأمتنا المصرية صوتا مسموعا وعلما خفاقا يجوب العالم، يحمل لجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون في حق مصر، وهي قادرة وبفضل من الله ومستعدة دائما لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة. نعاهد الله والوطن على أن نبذل كل جهد ممكن وأن نكون دائما مستعدين لتنفيذ كافة المهام التي تسند إلينا، مدعومين بثقتنا بالله تعالى وفي أنفسنا وفي رجالنا وعزيمتهم وإصرارهم وصدقهم وأمانتهم. نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية للسجناء بمناسبة المولد النبوي الشريف، شارك فيها أسر السجناء وحاضر فيها علماء الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع الوعي الثقافي لدى السجناء كأحد أساليب التأهيل والإصلاح المتبعة في السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة. ميلاد سيدنا النبي ميلاد الأمل، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لنا جميعاً باب الأمل. رفع الوعي الثقافي لدى السجناء أحد أدوات تفعيل منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية لإصلاحهم وتأهيلهم، لذا كانت الندوات الدينية التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية للسجناء فرصة لذلك. من هذا المنطلق احتفل القطاع بالمولد النبوي الشريف من خلال جمع السجناء بذويهم في ندوة دينية وثقافية بدأت بفقرات موسيقية في مدح رسول الإنسانية أحياها السجناء ممن يملكون موهبة العزف والغناء. ك
ثم تم توزيع حلوى المولد على المجتمعين في الندوة. بعدها بدأت فعاليات الندوة الدينية التي حاضر فيها الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر الشريف. لقاء كان طيبا للغاية، الكل في غاية السعادة وجلسة روحانية أمدت الجميع بالطاقة الإيجابية المطلوبة التي نحتاجها دائما في أمثال هذه الذكريات الطيبات المباركات. إزاي سيدنا النبي بيعلمنا الأمل، وإنه الأمل هو أساس الحياة، وإنه الأمل هو النور، والأمل هو الطاقة الإيجابية. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بالندين الأمل، وبعد الأمل انطلق إلى العمل مع الانضباط وأكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الندوة أتاحت للحضور من السجناء وأسرهم الفرصة للاستماع إلى سيرة النبي العطرة وكيفية الاهتداء بسلوكه في الحياة والدين، وهو المسلك القويم الذي يساعد هؤلاء على اتباع الطريق المستقيم، كما أعطتهم الفرصة للنقاش والحوار مع العلماء والاستفسار عن أمور دينهم ودنياهم. استفدت من الندوة أن أنا تعلمت من أخطائي، أن أنا مرجعش تاني، ودي حاجة كويسة أن أطلع أبقى حاجة كويسة أفضل من الأول، ودايما الواحد بيتعلم من أخطائه. استفدنا من الندوة النهاردة أن احنا نغير مفاهيم بتاعتنا من الغلط للصح، أن احنا نكون قريبين من ربنا ونتحلى بالصبر. بتفيدنا أن الواحد لما بيعمل غلط ما يكرروش تاني، يفضل دايما في ذكر الله، يفضل مأمن أن ربنا جنبه في أي وقت، يصلي ويدعي ربنا أن يفكها عليه. استفدت الصبر والإيمان، كل حاجة كويسة، والواحد ما يغلطش ويدي أمل في ربنا. وبصراحة ببقى فرحانة بروح في أي ندوة من ندوات الدهنة، وبستفد بحاجات كتير قوي. تلك الندوة التي يحاضر فيها كبار علماء الدين يستقي منها السجناء صحيح دينهم بعيدا عن الأفكار المغلوطة التي تقودهم إلى مسلك غير محمود عواقبه. لذلك يحرص قطاع الحماية المجتمعية على الاستمرارية في عقد تلك الندوات. زار وزير الخارجية سامح شكري مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي. التقى شكري خلال الزيارة مع قيادة الشرق الليبية، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني وعميد بلدية بنغازي، كما التقى مع المشير خليفة حفتر، حيث أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما تولي من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر. وفي تونس، أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد حوارا وطنيا شاملا يتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظام السياسي والانتخابي في تونس. جاء إشراف الرئيس التونسي على اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشددا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج. نحن نبحث عن الحوار ونقبل بالرأي المخالف، ولكن في إطار الحوار الصادق النزيه، لا الحوار الذي يراد به الخروج من أزمة سياسية هم اختلقوها. الحوار لا يكون إلا مع الشعب، ويمكن إيجاد الحلول التقنية ويمكن إيجاد الطرق، وسنبينها في أمر إن شاء الله، ويكون ذلك محددا بسقف زمني 3 أشهر أو 5 أشهر، وسنتفق على السقف الزمني،
بعد ذلك يتم التأليف في إطار مؤتمر وطني يجمع الجميع. أكد رئيس الوزراء مصطفى القادمي أن المسؤولية التي تقع على عاتق القيادات والقوات الأمنية مسؤولية تاريخية، مشيدا بمهام الجيش في حماية الحدود والأمن الداخلي وملاحقة خلايا الإرهاب. جاء ذلك خلال اجتماع القادمي مع القيادات الأمنية والعسكرية العراقية بمقر قيادة العمليات المشتركة، حيث أكد ضرورة العمل لحماية الوطن وأبناء الشعب بأطيافه من كل المخاطر. هذا وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري الدقيق في مواجهة محاولات داعش الإرهابي، والذي يحاول استغلال أي ثغرة وأي ظروف أو تحديات على حد تعبيره. وإلى لبنان، حيث أكدت الرئاسة اللبنانية أن لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناول البحث في ضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التموينية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وتطرق اللقاء إلى مصير قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. وأضافت الرئاسة أن اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة على مختلف الأصعدة. استعرض الرئيس اللبناني ميشيل عون مع وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الأوضاع الأمنية في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماعهما بقصر رئاسة باب عبدة، حيث تناول الاجتماع الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار العام، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية. كما تطرق الاجتماع إلى شؤون تتعلق بوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها. استقبلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زيد المدير العام لشركة ساينوفاك الصينية الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات جاو كوانغ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لمصر. وتناول اللقاء مناقشة الخطوات التنفيذية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا إلى مصانع شركة فاكسيرا. وخلال اللقاء أكدت زيد أن الرئيس السيسي يقدم كافة سبل الدعم لتوطين صناعة اللقاحات بمصر. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب متحورا جديدا لسلالة دلتا من فيروس كورونا. وقالت المنظمة إن الفيروس المسمى EY2.4 لديه تحوران آخران، وكان الخبراء قد تحدثوا مؤخرا عن تفشي طفيف للسلالة في بريطانيا. هذا وسجلت روسيا أيضا حالات من المتحور الجديد بجانب الولايات المتحدة والدنمارك. عبر الهاتف لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد أرحب بك على شاشة إكسترا نيوز في القاهرة. بداية يعني بالطبع الكثير يريد معرفة أعراض هذا المتحور وحدود الاختلاف بين هذا المتحور وما سبقه من متحورات. دكتور فؤاد. نعم مساء الخير للجميع. إحنا زي ما ذكرنا سابقاً انه حسب توقعاتي انه سلالة دلتا هي اخر سلالة مهمة اللي سوف تكون في العالم. سلالة دلتا لها طفرات ازيد من 13، قبل شهرين كانوا 13 طفرة، هسه صاروا تقريبا 17 طفرة. في طفرات جديدة، الطفرة الجديدة في السلالة دلتا إلها ثلاث صفات، أو تكون أكثر خطورة بالنسبة للأعراض، أو أن تكون أكثر سرعة بالانتشار، أو لا تكون لها صفة مهمة، عشان هيك فيش يعني إلها انتباه. بالنسبة لآخر طفرتين وخصوصا الطفرة اللي ذكرتوها اللي هو AY2.4، نعم تقريبا سريعة 10%، بس حسب خبرتنا وحسب خبرتي بعلوم الفيروس والبكتيريا سريع الوقت اليوم
ان نكون اسرع بقوه بالانتشار، لانه بدت من قليل. عشان نثبت انه هي اسرع بانتشار لازم على اقل شيء من شهرين. طيب. شهرين ونص نشوف ونعمل فرق بين الإحصائيات. طيب دكتور فؤاد، يعني ربما هناك تساؤلات من البعض، مخاوف من البعض مع ظهور هذه المتحورات. الكثير من الأطباء كانوا يتحدثون عن حملة التلقيح، وأن التلقيح هو الذي يقي من فكرة وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا أو متحورات جديدة من فيروس كورونا. ربما علميا هناك إجابة على هذا السؤال دكتور فؤاد، مع التوسع في حملة التلقيح لماذا نشاهد تحورات جديدة لسلالات بالفعل متواجدة لفيروس كورونا؟ نعم، هاي النقطة الحساسة والمهمة، وإحنا نذكرها يوميا من بداية حملة التطعيم. بنشوف إيطاليا، إيطاليا أزيد من 82% تم تطعيمهم، تراجع كبير بالنسبة للإحصائيات، بالنسبة لضغط المستشفيات، بالنسبة لضغط غرف الإنعاش، بالنسبة للحالات الخطيرة. وصلنا 99% للموجودين في المستشفيات بدون تطعيم. نذكر روسيا وبريطانيا، روسيا في عندها هاي الطفرة لسببين مهمات. أول شيء بطء حملة التطعيم، لأنه روسيا فكرت تبيع اللقاح للدول الثانية بس ما عملتش تطعيم لسكان روسيا. نقطة أولى. نقطة ثانية، كل الإجراءات اللي عملتها روسيا داخل روسيا لم تكن كلها صحيحة وبطريقة الطبية والصحية. نفس الإشي بريطانيا، بريطانيا من بداية الوباء كان عندها أزيد دولة عملت أغلاط كبيرة بالنسبة للإجراءات. إيطاليا غلصت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، تعلمت من الدرس. نعم. وصارت تعمل إجراءات أول إشي من ناحية طبية وصحية وبعدين من ناحية اقتصادية. بريطانيا وروسيا كانوا أول إشي من الناحية اقتصادية وسياسية وبعدين من ناحية طبية، وعشان هيك كان طيب. دكتور فؤاد، بما أن ربما إيطاليا كانت من أولى الدول التي تضررت منذ بداية هذه الجائحة، يمكن إيطاليا كان لها خطوات سابقة، كانت إيطاليا تتحمل ربما ما يستجد حول هذا الفيروس، هي من أولى الدول الأوروبية والعالمية بشكل أو بآخر. الاستعداد، سؤالي لحضرتك هنا متعلق بالاستعداد دكتور فؤاد، في إيطاليا حالة تم ظهور أي حالة من هذا المتحور الجديد المتعلق ب دلتا وفيروس كورونا بالفعل؟ لا، يعني هذا إثبات إنه لما الدولة فيها موجة التطعيم متقدمة كثير، نسبة السلالات أو نسبة الطفرات اللي داخل السلالات الخطيرة تقل بكثير. عشان هيك في إيطاليا فيش عندنا طفرات داخل سلالة دلتا خطيرة. في نفس الوقت إيطاليا الدولة الوحيدة اللي قررت من الدول الأولى بالنسبة للجواز المرور الأخضر. نعم. بالنسبة للعمال أو العاملين في المؤسسات الحكومية والخصوصية، وهذا جعل تقريبا ارتفاع 15% من نسبة التطعيم في آخر 20 يوم. عشان هيك حسب رأيي القاعدة بسيطة، كل ما نعمل تطعيم، كل ما نعمل وقايات أو إجراءات صحيحة من ناحية طبية وصحية، كل ما كان احتمال تكوين طفرات داخل سلالة دلتا خطيرة أو سريعة بالانتشار. لأنه هاي السلالة الأخيرة، الطفرة الأخيرة هي 10% قوتها أزيد من الطفرات اللي صارت داخل سلالة دلتا. لأنه سلالة طيب دلتا دكتور فؤاد، سؤالي الأخير لحضرتك متعلق بالطفرات دي، هل هذه الطفرات، وبرضو يمكن سؤال بشكل علمي أكتر دكتور فؤاد، هل تتفق أو مدى فعالية اللقاحات مع هذه المتغيرات والطفرات التي تحدث في السلالات المختلفة لكورونا؟ أنا حسب رأيي اللقاحات حسب الإحصائيات عالميا، لأنه متابعين يوميا
الإحصائيات العالمية، كل اللقاحات، كل التطعيم له رد فعل إيجابي جيد ضد الفيروس وضد سلالات الفيروس بنسبة تختلف من لقاح للقاح. في عنا 17 لقاح في العالم، في عنا 55 سلالة، 18 سلالة اللي نتكلم عنها بكثير. بس اليوم الإشي المتأكدين منه حسب الإحصائيات عالميا وإيطاليا وأوروبيا وعربيا وأفريقيا إنه اللقاح بودا الشخص يصاب بعد التطعيم في احتمال 97% انه ما يروحش على غرف الانعاش، 95% ما يروحش على المستشفى. يعني انا اقدر افهم من كلام حضرتك نهائيا دكتور فؤاد ان تبقى كلمه السر وتبقى الاجابه دائما في التلقيح وحمله التطعيم الموسعه. على كل حال دكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق الاوسطيه، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. كشفت بيانات نشرتها شركة فايزر وبايونتك من دراسة كبيرة أن إعطاء جرعة تنشيطية من لقاحهما للوقاية من كوفيد-19 أعاد الفعالية بنسبة 95.6% ضد الفيروس المسبب للمرض، بما في ذلك سلالة دلتا المتحورة منه. قالت الشركتان أن التجربة، والتي لم تتم مراجعتها من شركات أخرى، أجريت على 10,000 مشارك أعمارهم 16 عاما فما فوق، وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة. أكد رئيس وزراء بولندا اعتزام بلاده توفير جرعات تنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين، وأضاف أن من حصلوا على جرعاتهم كاملة من اللقاح منذ 6 أشهر سيكون بمقدورهم الحصول على جرعة تنشيطية، وأوضح أن الجرعة التنشيطية ستكون متاحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تعتزم إندونيسيا تجديد القيود التي تفرضها على السفر الجوي قبيل فترة عطلات نهاية العام لمواجهة ظهور أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا من جديد. وتتوقع إندونيسيا أن تدخل مرحلة توطن مرض كوفيد-19 في يناير المقبل. قد بدأت البلاد في إعادة فتح حدودها الدولية في ظل انخفاض أعداد حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف العام الماضي. عادت المدارس في سريلانكا للعمل بعد أكثر من عام من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من إضراب المدرسين طبقت سريلانكا برامج التعليم عن بعد خلال إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، لكن إضراب المدرسين بسبب خلافات حول المرتبات أضر بسير هذه البرامج خلال 3 أشهر الأخيرة. تسببت عاصفة قوية ضربت مناطق من غرب أوروبا بانقطاع التيار الكهربائي عن 250,000 منزل فرنسي، وألحقت أضرارا بمباني في 4 دول على الأقل. والعاصفة والتي أطلق عليها اسم أورورا تسببت في تعطل خدمات القطارات في فرنسا وألمانيا وهولندا، كما تسببت في إصابة 4 أشخاص أصيبوا في هولندا. قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح عشرات في انفجار غاز في أحد المطاعم دمر شارعا مزدحما في مدينة صينية كبيرة. وحسب وسائل الإعلام الحكومية ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الحادثة وقع في عاصمة مقاطعة ليونينغ المتاخمة لكوريا الشمالية، وبث التلفزيون الحكومي تسجيل فيديو تم تصويره من سيارة يظهر انفجارا مفاجئا لواجهة مبنى تلاه سقوط حطام وسحابة ضخمة من الدخان.
اجتمعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع مسؤولي اليونيسف في مصر لمراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وبحث مقترحات الشراكات المستقبلية، وذلك في إطار مهام إدارة العلاقات الاقتصادية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة. وأكدت المشاط أن الجهود المشتركة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة تتسق مع الأولويات التنموية للحكومة، وأنها تعد لإطار شراكة جديدة للفترة من 2023 ل2027 بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه تعهد ممثل اليونيسف جيرمي هوبكنز بالالتزام باستمرار العمل المشترك مع الحكومة للاهتمام بكل ما يتعلق بالأطفال وتمكين الفتيات والشباب. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحاور الهامة لخطة التنمية في الدولة، حيث تضعه الحكومة على رأس أولوياتها للارتقاء بحياة المواطنين. خلال مشاركتها بالملتقى الوزاري لتنمية رأس المال البشري ضمن اجتماعات البنك الدولي، أشارت المشاط إلى المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري حياة كريمة، التي تعد أكبر تتويج للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار في رأس المال البشري. استضاف الهلال الأحمر المصري الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر وعدد من الدول للمهاجرين واللاجئين وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات الصحية المختلفة. وتضمن الاجتماع التعاون ما بين الدول في المجالات المختلفة التي تعمل فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لخدمة الإنسانية، وأهمها التغيرات المناخية وحشد الجهود لمواجهتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في ملف الهجرة. مصر بتعد من الدول القليلة في العالم لم تكن الوحيدة اللي بتعامل اللاجئين والمهاجرين زي المجتمع المضيف دون تفرقة. ما بنحطش اللاجئين والمهاجرين في مخيمات، ولكن بيتعاملوا وبيعيشوا معنا في المدن. الجمعية الهلال الأحمر المصري طبعا منذ فترة كبيرة وزادت النشاط طبعا في جائحة كورونا، بتتعامل مع هذه الفئة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الكثيرة، أهم الخدمات الصحية والكشف الأولي وتوزيع أدوات الحماية الشخصية وتوزيع المساعدات النقدية. رياضيا، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أكتوبر، والذي شهد تقدم منتخب مصر إلى المركز 44 عالميا، يتقدم 4 مراكز عن التصنيف الشهري الأخير للفيفا، حيث كان في المركز 48 عالميا. شهد التصنيف حفاظ مصر على مركزها 6 إفريقيا و4 عربيا، وخاض المنتخب الوطني خلال شهر أكتوبر 2 ضد ليبيا في الجولتين 3 و4 من دور المجموعات للتصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. تمكن المنتخب المصري من الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 1-0، بينما حسم نتيجة المباراة الثانية أو مباراة الإياب بثلاثية نظيفة. يواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادا للقاء ضيفي الحرس الوطني باتل نايجر في إياب الدور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر السبت المقبل. وانتهت مباراة الذهاب في النايجر بتعادل الأهلي والحرس الوطني بهدف لمثلي، حيث احتاج الأحمر إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للتأهل مباشرة لدور المجموعات بالبطولة. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية على ملعب برج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دوري 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر له الجمعة.
يواصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته بالمعسكر المغلق ببرج العرب، وذلك استعدادا للقاء فريق سلطات الموارد الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها في 7 مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية. كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. تستضيف مصر بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج والتي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. يشارك في البطولة 26 دولة و100 لاعب ولاعبة، وسط اهتمام كبير بالبطولة لتخرج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية. تستضيف مصر بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج في استاد القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري، وتشهد البطولة مشاركة 26 دولة بواقع 200 لاعب ولاعبة في منافسات تستمر على مدار 6 أيام. وتعود أهمية بطولة الكيك بوكسينج إلى ارتفاع عدد الدول المشاركة واللاعبين واللاعبات، حيث تعد بمثابة احتكاك قوي للاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج. رياضة الكيك بوكسينج احنا عندنا انواع كتيرة من النزالات فيها القتالي وفيها الاستعراضي. الاتحاد الدولي للأندية بينظم البطولة تحت اشراف الاتحاد المصري وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة. عندنا حوالي 26 دولة جم، والحمد لله تمت عملية الوزن والقرعة والتصنيف. رياضة الكيك بوكسينج مختلفة عن جميع الرياضات النزالية، تمام؟ رياضة الكيك بوكسينج ركل ولك، خلاص مفيش طرح مفيش تعليق. رياضة قوية جدا، فيها 8 استايلات، تمام؟ 7 موجودين هنا في مصر، ومنهم هيتلعب استايلات فيهم النهاردة في بطولة العالم للأندية. باللكم والركل وصنوف عديدة من الأشكال النزالية تأتي رياضة ملاكمة الركل أو كيك بوكسينج التي ظهرت في اليابان أواخر 50 القرن العشرين، وظهرت النسخة الأمريكية منها في 70. وتتميز الكيك بوكسينج عن الألعاب القتالية في ذات الفئة أنها تنشط وتستخدم الأطراف 4، كما أن لها عدة أنماط تجعلها الرياضة التي يفضل كثيرون ممارستها. عدد اللاعبين المصريين اللي موجودين في مشاركة بطولة العالم للأندية يتعدى 100 لاعب. هيكون في ان شاء الله ميداليات لمصر باذن الله جايه كتير، وسط منافسه شرسه من كتير من العديد من الالعاب من الدول الاجنبيه والعربيه، وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. انا بدات العب كيك بوكس بقالي بالظبط 7 سنين الحمد لله. يعني كنت اول ما لعبت بلعب احتراف، نلعب احتراف اول سنتين ليا في الهواء احتراف. كنت بلعب الحمد لله، محقق كتير القاب كتيره في مصر، بس أنا كابتن بتاعي كابتن محمد مفيكس مدرب منتخب مصر. اهتمام كبير ببطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج لتخرج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، نظرا لما تملكه مصر من بنية تحتية رياضية مجهزة على أعلى مستوى. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة 9، وإليكم أهم ما جاء بها من عناوين. شكري يشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا ويؤكد دعم مصر للشعب الليبي ومساعي تحقيق طموحاته. الرئيس التونسي يعلن إطلاق حوار وطني شامل وفق سقف زمني وآليات متفق عليها. والصحة العالمية تؤكد أنها تراقب متحورا جديدا لسلالة دلتا من فيروس كورونا. وفي الختام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والشكر موصول للزميلة داليا أبو عميرة.